السلام عليكم. يمكن اليومين دول هنكون موجودين معاكم بشكل يومي. اليومين دول في اخبار مهمه جدا، اليومين دول كل 5 دقايق بيحصل حاجه جديده في نادي الزمالك، وده اللي مكتوب علينا طبعا بعد الاحداث المؤسفه اللي حصلت الفتره الاخيره. النهارده عاملين لكم حلقه مميزه جدا، النهارده لمن لكم مجموعه اخبار مهمه جدا جدا تخص نادي الزمالك وتخص نجوم نادي الزمالك والتعاقدات واللعيبه الجديده وتصريحات هامه جدا من المستشار مرتضى منصور. خليكم معانا لنهايه الحلقه عشان خاطر الحلقه دي مهمه جدا جدا وهتعرف فيها كواليس تهمك وتهم نادي الزمالك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي برنامج بعد الماتش. النهارده احنا معاكم في حلقه جديده، بس في البدايه لو زملكاوي وبتحب دايما تتابع اخبار نادي الزمالك وتحليلات مباريات نادي الزمالك وخاصه في هذه الايام، فاكيد اسعدنا اشتراكك معنا في القناه. ولو بالفعل مشترك بس ما فعلت زر الجرس، اتاكد من تفعيل زر الجرس عشان دايما فيديوهاتنا الجديده توصلك الاشارات بتاعتها بشكل مستمر. وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. النهارده عندنا 3 مواضيع مهمه هنتكلم فيها. عندنا لعيب خامس في اللي هم الاجانب خلاص بيعود الى الزمالك بشكل رسمي. عندنا 3 لعيبه معروضين على نادي الزمالك والزمالك مش عارفين لسه هيخلص معاهم فيهم ولا لا. وعندنا كمان رد من اشرف بن شرقي على الكلام اللي حصل امبارح. بس قبل ما نخش في المواضيع دي وقبل ما نخش بقى في الكلام المهم جدا، هنخلينا بقى في الاول في الاخبار المهمه جدا. الاخبار المهمه جدا النهارده هنبداها من الكابتن عبد الحليم علي. الكابتن عبد الحليم علي اللي هو مدير الكوره الجديد في نادي الزمالك بيمنع التصريحات الإعلامية سواء للعيبة ولا للجهاز الفني والطبي والإداري، سواء بقى تصريحات إعلامية مكتوبة أو مسموعة أو مقروءة أو حتى على السوشيال ميديا. عبد الحليم علي بيحاول يفرض حالة من السرية، عبد الحليم علي بيحاول يقفل على الفريق، ربنا يعينه ويعمل زي أمير مرتضى ما كان قافر على الفريق بشكل كويس جدا. ده الخبر الأولاني اللي معانا النهاردة. الخبر الثاني اللي معانا النهاردة، المستشار مرتضى منصور يظهر ويعود من جديد. مستشار مرتضى منصور طلع امبارح وقال ان هو هيطلع النهارده وهيرد بالادله وبالمستندات على المخالفات. وبصراحه انا حته المخالفات دي هعمل لكم حلقه ليها مخصوص قريب ان شاء الله في خلال اليومين 3 الجايين، هقول لكم بقى ايه المخالفات وايه الحاجات اللي المستشار مرتضى منصور اتعزل عشانها، حاجات تضحك وحاجات موجوده في كل انديه مصر. كل انديه مصر يعني مش ماشيه بالمسطره ومش ماشيه بالقران ولا ماشيه على الصراط المستقيم، ولكنه يعني الغرض في نفس يعقوب ان المستشار مرتضى منصور ما يكونش موجود. فهنعمل لكم حلقه مخصوص ان شاء الله قريب باذن الله على موضوع المخالفات ده، وهنقعد بقى ايه نتكلم ونهزر مع بعض فيها. انما المستشار مرتضى منصور عفوا، المستشار مرتضى منصور قال تصريحات مهمه جدا. المستشار مرتضى منصور قال على هزيمة الجيش ان وضع طبيعي جدا ان الزمالك يتهزم من الجيش. اللعيبة مش مركزة، اللعيبة معنوياتها منخفضة، اللعيبة محبطة، اللعيبة قرفانة من اللي بيحصل اليومين دول، وانا أأيده في الموضوع ده. التصريح بقى تاني المستشار مرتضى منصور قاله، المستشار مرتضى منصور قال ان هو مجهز عقود 3 لعيبة مهمة جدا الزمالك كان هيتعاقد معاهم في حالة استمراره. دونجا كان موجود وموقع 4 سنين، ورجب بكار كان موجود الباك اليمين بتاع بيراميدز كان موجود وموقع 4 سنين، وعبد الله بكري لعيب المساك كان موجود وكان موقع 4 سنين. والحاجات دي المستشار مرتضى منصور قال ان هو سيبها في درج المكتب وعلى اللجنه المؤقته وعلى لجنه الكوره ان هي تفعل الكلام ده. اعتقد يا سياده المستشار انت بتأذن في ملطة، مفيش حد هيقدر يفعل عقود، مفيش حد هيقدر يجيب لعيبة جديدة زي ما انت كنت بتجيب. الناس دي بتحاول، الناس دي كانت فاكرة انها داخلة على ياما هنا ياما هناك، انما لقوا نفسهم ان هم دخلوا جحر التعبيد. لقوا نفسهم عارفين اللي داخل اوضة وطلع له من هنا تعبان ومن هنا حية ومن هنا اسد ومن هنا نمر، عارفين هم مش عارفين يعملوا حاجة وفي وقت ضيق جدا وفي وقت قصير جدا. فطبعا يا سيادة المستشار مش هيعرفوا يعملوا حاجة ولا هيعرفوا يجيبوا صفقات، ولو جابوا صفقات هيكون على قد إمكانياتهم المحدودة في الشق الرياضي، إن زي ما احنا قلنا دي ناس
قيمه وقامه على المستوى القانوني، انما على المستوى الاداري مش هيقدروا يعملوا حاجه. وحتى الناس اللي بتوع الكوره او الكويره اللي موجوده في لجنه الكوره مش هيقدروا يعملوا حاجه يا سياده المستشار، لان الناس دي كبيرها تظهر في الاعلام وتقعد في التكييف ويقعدوا يتكلموا ويحللوا من بعيد. وسياده المستشار كمان قال خبر تالت، الخبر التالت بالنسبه لموضوع رزاق سيسيه وليه رزاق سيسيه ما قعدش والكلام ده كله. مستشار مرتضى منصور قال، والراجل فعلا معاه حق، مستشار مرتضى منصور قال لو انا رجعت رزاق سيسيه هيبقى هيكون ده المكان الخامس، لان انا جبت حمزه المسلوسي، فلو رجعت رزاق سيسيه للفرقه هيكون كده حميد احداد خارج الخمسه اللي هم الافارقه اللي هم يعني مقيدين في الزمالك. ولو حميد احداد راح عليك، حميد احداد سعره دلوقتي 1.5 مليون دولار، يعني بالتقريب كده 24 مليون جنيه مصري. فسيادة المستشار عمل ايه؟ باع رزاق سيسي ب 4 او 5 مليون جنيه للاتحاد السكندري، او جدد له اعارته بمعنى اصح، ورجع حميد احداد اللي هو لعيب كان هداف الدوري المغربي وكان عامل اداء مميز جدا في المغرب، فطبعا مع الرجاء طبعا. فالمستشار مرتضى منصور قالك انا ضربت عصفورين بحجر، خدت فلوس من رزاق سيسي وفي نفس الوقت رجعت حميد احداد اللي هو راجل تالق في المغرب، وده رد وده وضع طبيعي جدا. روح شوفوا في الاهلي بادجي ايه اللي بيحصل، واحمد الشيخ ايه اللي بيحصل، ومش عارف مين ايه اللي بيحصل، شوفوا الملايين والفلوس المهدره على الارض دي بدل ما انتم مركزين على نادي الزمالك. طبعا ده كان الخبر التاني معانا. تعالوا بقى نروح بينا للحاجه التانيه اللي انا عاوز اتكلم مع حضراتكم فيها. مواضيعنا بقى ومواضيع حلقتنا النهارده اللي احنا هنتكلم فيها، هنبدا باول موضوع كده بالترتيب، وهو عوده اللاعب الافريقي الخامس المقيد او اللاعب الاجنبي الخامس المقيد في صفوف نادي الزمالك. حميد احداد خلاص النهارده بيعود عشان خاطر ينضم رسمي لتدريبات الزمالك، وبكده يبقى حميد احداد هو اللاعب الاجنبي الخامس في صفوف الزمالك خلاص النهارده. بالمناسبه حمزه المسلوسي تم قيده رسميا في القائمة المحلية والقائمة الأفريقية، فحمزة المسلوسي خلاص أصبح لاعبا في نادي الزمالك. طبعا اللي معرفش حمزة المسلوسي هيرجع طبعا للحلقة اللي احنا كنا عاملينها عليه، نجم الصفاقسي التونسي ومنتخب تونس وكابتن الصفاقسي التونسي، واللاعب الباك اليمين اللي هو هيكون موجود مع حازم إمام وأحمد عيد إن شاء الله الموسم القادم. نرجع لحميد احداد، حميد احداد خلاص بشكل رسمي موجود في نادي الزمالك وهو اللعيب الخامس في نادي الزمالك. حمزه المسلوسي، حميد احداد، بن شرقي، ونجم ساسي، كده الخمسه الاجانب ان شاء الله بتوع الموسم الجديد. فحميد احداد ده كان الخبر الاولاني معانا ان هو بيرجع وبينتظم في تدريبات نادي الزمالك. حميد لعيب كويس جدا، كان لعيب مهم جدا في الرجاء المغربي وفرق معاهم، ومع فوزهم بالدوري المغربي ان شاء الله باذن الله يكون لعيب مؤثر في الزمالك زي ما كان مؤثر في الرجاء المغربي. تعالوا بقى يلا بينا نروح للموضوع الثاني اللي انا عاوز اتكلم مع حضراتكم فيه. عايز اكلمكم بقى على اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي ومشكلته مع العالمي احمد حسام ميدو. امبارح طلع ميدو، طلعنا كلنا بناء على الكلام اللي اكده احمد حسام ميدو، قال ان اشرف بن شرقي بعت وكيله كان موجود من يومين في نادي الزمالك، وبالاخص اليوم اللي رحل فيه مستشار مرتضى منصور، ووكيله كريم البلق راح واتكلم مع اداره الزمالك الجديده اللي كانت لسه جايه وكانت لسه مستلمه النادي، وقال له او قال لهم يعني ان اشرف بن شرقي عاوز يمشي، واشرف بن شرقي معاه عروض تانية وعاوز يرحل يعني بره مصر او خارج مصر. طبعا ميدو اكد الكلام ده، وميدو اكد الموضوع ده، وكان ميدو طبعا اتكلم بشكل يعني فيه تاكيدات يعني اكنه هو اللي كان متواجد والكلام عمال شغال. طبعا ميدو لما كان لعيب الاهلي اليو ديانج عنده كورونا طلع وقال في لعيب من الاهلي ومرضوش يقول على اسمه، انما اشرف بن شرقي يتكلم عليه عادي خالص، هم دول ابناء النادي، هم دول نجوم النادي القدامى. اشرف بن شرقي بقى طلع، اشرف بن شرقي طلع على صفحته الشخصيه وطلع وقال ايه قرانيه اللي هي بتاعه الظن، واجتنبوا كثيرا من الظن، عشان خاطر في رساله يعني بيوجهها لاحمد حسام ميدو، وفي رساله بيقول له ان كل الكلام ده غلط وكل اللي انت قلته ده غلط. وطلع برضو كريم البلق وكيل اشرف بن شرقي كذب كلام احمد حسام ميدو وقال ان الكلام ده ما حصلش. حتى لو الكلام ده ما حصلش، انا توقعاتي الشخصيه وتوقعات كل الزملكاويه، لان هو السيناريو ده معروف، ان اشرف بن شرقي حتى لو هو طلع صح
وميدو هو اللي طلع كلامه غلط، فانتوا انتظروا اليومين الجايين هتبصوا هتلاقي في بلبله في الفرقه فعلا. اللعيبه الاجانب هتفكر في الرحيل لان كانت بتتعامل مع مرتضى منصور وامير وهم اللي جابوهم. محدش يقول لي كانت بتتعامل مع نادي الزمالك، لان اللعيب دلوقتي جه مصلحته. مرتضى منصور كان بيظبط لهم العقود بتاعتهم، مرتضى منصور كان بيجيب لهم لبن العصفور، فده اللي كان بيخلي اللعيبه تدي وتتالق في الملعب. انما اللجنه اللي موجوده مش هيقدروا يعملوا حاجه، وانا باكد لكم على الكلام ده. ولو كانت الرياضه في مصر تريد للزمالك الخير وتنفذ القانون، كانت عزلت الزمالك وعزلت مجلس اداره الزمالك بسبب الاخطاء اللي هم شايفينها من وجهه نظرهم اخطاء، وكانت عينتهم من اول وجديد نفس المجلس ده زي ما حصل مع مجلس محمود طاهر عشان الاستقرار، ولكنه الزمالك الذين لا يريدون له الاستقرار. ده كان موضوع اشرف بن شرقي اللي احنا كنا عاوزين نتكلم معاكم فيه، المعلومات او الاخبار اللي طلعت كاذبه ومعلومات ميدو خاطئه. اشرف بن شرقي بنفسه على صفحته بيطلع يكذب اخبار احمد حسام ميدو. الموضوع التاني اللي انا عاوز اتكلم مع حضراتكم فيه، في ثلاث لعيبه معروضين على نادي الزمالك وعلى اللجنه المؤقته. الثلاث لعيبه دول هم صالح جمعه واحمد الشيخ وامير عادل، وفي لعيب رابع هو مش معروض، هو اللجنة هي اللي بتفكر فيه وهو إسلام صالح. تعالوا بقى ناخد اللعيبة دي بالترتيب، وتعالوا بقى نشوف اللعيبة دي قصتها ايه بالترتيب كده. لو هنمسك اللعيبة من اول صالح جمعة، صالح جمعة معروض على الزمالك، وعبد الله جمعة ولاعيبة نادي الزمالك ضاغطين جدا على إدارة الزمالك ان صالح جمعة يجي، وبالاخص انه لعيب فري. بس لجنة الكرة او اللجنة المؤقتة اللي ماسكة الزمالك متخوفة جدا من صالح جمعة، متخوفة من صالح جمعة عشان الالتزام وعشان خاطر عدم الانضباط اللي صالح جمعة فيه واللي بسببه مشي من نادي الاهلي. وفي تفكير داخل الزمالك ان صالح جمعة لما يجي يتعمل له عقد مع الزمالك يتعمل له بنود قاسية، يتعمل له نسب مشاركه، يتعمل له ان لو خرج على الانضباط او على يعني في او على حاله الالتزام اللي في الفريق هيوقع عليه عقوبات جامده جدا. فصالح لو جه الزمالك اعتقد ان اللجنه هتعمل له شويه بنود كده دمها تقيل بالنسبه لصالح عشان يلتزم، ولو عملت كذا هيتخصم منك كذا، ولو عملت كذا هيتخصم منك كذا، ونسبه المشاركه عشان خاطر تجتهد في التدريبات وتخش وتشارك عشان تاخد فلوسك بالكامل. فاعتقد صالح جمعه هيتعمل له بند او بنود معينه وسيستم اكسبشن كده معين في العقد بتاعه عشان خاطر يصبح لاعب في نادي الزمالك. لسه اللجنه بتفكر، صالح جمعه يتمنى وعبد الله بيضغط في الموضوع ده. اللعيب التاني اللي معانا النهارده احمد الشيخ. احمد الشيخ كان خلاص رايح بيراميدز، واحمد الشيخ كان خلاص مخلص كل حاجه مع بيراميدز. لما الاهلي مشى فري ولما خرج من القايمه بتاعت النادي الاهلي، احمد الشيخ اجل الرد على بيراميدز لغايه ما يشوف موضوع الزمالك. احمد الشيخ وكيله عرضه على الزمالك، احمد الشيخ الزمالك او اللجنه المؤقته معروض عليها احمد الشيخ. احمد الشيخ كان الموسم قبل الماضي هو هداف مصر المقاصه برصيد 28 هدف، مع النادي الاهلي ما لعبش مع مدرب الاهلي فايلر كتير، وما لعبش مع موسيماني يعني دقائق معدوده. احمد الشيخ يعني في ناس بتقول انه ممكن يجي ويبقى كويس، وناس بتقول لا احنا مش هناخد البواقي بتاعت الاهلي وفضلات الاهلي، ناس بتقول لا احنا ما ناخدش فضلات الاهلي، احنا عاوزين لعيبه سوبر زي اللي كان المستشار مرتضى منصور بيجيبها، وناس بتقول طب ما انت جبت اشرف بن شرقي وما كانش متالق مع الهلال السعودي، جبت ساسي وما كانش متالق مع النصر السعودي، والاثنين من نجوم الفريق عندك. لو نرجع بالذاكره ورا شويه، كابتن جمال عبد الحميد وكابتن حسام حسن الاثنين كانوا من فضلات الاهلي وجوم الزمالك، عملوا احلى تاريخ. كابتن حسام حسن كان ليه تاريخ كبير جدا في الاهلي وفي الزمالك، كمل التاريخ الكبير ده وعمل بطولات مع الزمالك هو وابراهيم حسن. كابتن جمال عبد الحميد مع الاهلي ما عملش كتير قوي، انما مع الزمالك توهج كابتن جمال عبد الحميد وبقى اصبح اللعيبه التاريخيين والنجوم التاريخيين في تاريخ نادي الزمالك. فناس بتقول لا هاتهم وان شاء الله هيبقوا كويسين في المنظومه بتاعت الزمالك. لسه برضو اللجنه بتفكر ولسه ما فيش حاجه رسميه نقدر احنا نقولها لكم. اللعيب الثالث اللي احنا هنتكلم عليه النهارده وهو امير عادل. امير عادل زي ما قلنا طبعا سيبنا لكم في الحلقه بتاعته ان هو الراجل بيلعب في الدنمارك وراجل محترف، نفس القصه بتاعت احمد سيد زيزو. امير عادل بيلعب في الثلاثه اللي تحت راس الحربه، على اليمين تلاقيه، على الشمال تلاقيه، بلاي ميكر تلاقيه، وحريف جدا، ولعيب بيسموه يعني الحاوي كده بالبلدي، لعيب حريف قوي.
طبعا باتشيكو العقبه الوحيده ان باتشيكو وكابتن ايمن يونس عاوزين يشوفوه في الملعب، عاوزين يقولوا له انزل التدريبات وتعالى وخش عشان نشوفك قبل ما نوقع العقد معاك. امير عادل ووكيله رافضين، امير عادل بيقول انا مش لعيب صغير، انا جيت قبل كده وانضميت لمنتخب مصر وانا مش لعيب صغير عشان يحصل معايا كده. دي الازمه ودي التركه اللي موجوده في الموضوع. انا لو من امير واثق في نفسي وعاوز العب في نادي كبير زي نادي الزمالك، انزل التدريبات واعمل معايشه واتايد مع الفرقه. انما امير رافض الموضوع ده، لسه برضو مش عارفين الدنيا هتقدر توصل لايه. تعالوا بقى نروح للعيب الرابع. اللعيب الرابع وهو لعيب مغمور، لعيب مش كبير، بس بسبب اصابه اشرف رؤى في ماتش الجيش. اشرف رؤى طبعا كان رغم المستوى السيء جدا اللي انا اتكلمت على اشرف رؤى عليه، انما طبعا حظه سيء جدا، اتصاب اصابه جامده جدا. بتمنى له ربنا يشفيه يا رب ويعافيه باذن الله ويرجع تاني في الملاعب. مش معنى ان انا بقول على لعيب اللي هو مستواه مش كويس ان انا مش بحبه، لا، اشرف رؤى انا من اللعيبه المحترمه اللي بقدرها، ولكن مستواه ماتش الجيش ما عجبنيش، فاتكلمت عليه ككوره، ما اتكلمتش عليه كاي حاجه تاني. انما طبعا بنتمنى له الشفاء وبنتمنى له ان شاء الله يقوم بالسلامه باذن الله في اقرب وقت. لعيب بقى اللي معانا النهارده اللي هو الزمالك فكر فيه بعد اصابه اشرف رؤى وهو اسلام صالح. اسلام صالح وهو لعيب كان ناشئ في النادي الاهلي، اسلام صالح دلوقتي بيلعب في نادي مصر. اسلام صالح يعني الزمالك بقى بيفكر فيه مش معروض على الزمالك. تعالوا بينا نشوف مين هو اسلام صالح، وتعالوا بينا نتعرف على ارقامه ونتعرف على الانديه اللي لعب فيها. اسلام صالح هو لعيب دلوقتي في نادي مصر اللي هو طبعا بقى اصبح اسمه نادي زد. هو عنده 25 سنه، بيلعب اسلام صالح في مركز الديفندر، بيلعب في مركز الديفندر اللي هو زي طارق حامد، جنب طارق حامد كده، وزي دونجا وزي اللعيبه دي. اسلام صالح بدأ حياته في نادي وادي دجله. اسلام صالح قبل بدايه حياته هو شارك الموسم ده مع نادي مصر في 15 مباراه، 14 منها في الدوري ومباراه في الكاس. تعالوا بقى نمسك تاريخ اسلام صالح اللي هو بدأ في ناشئين النادي الاهلي وبعد كده راح وادي دجله. اسلام صالح بدأ في وادي دجله موسم 2014 2015 وانتقل لنادي الاتحاد السكندري. اسلام صالح بعد كده رجع وادي دجله تاني في 2015 2016، شارك في 16 مباراه. اسلام صالح انتقل من وادي دجله للمصري موسم 2016 2017، لعب مع النادي المصري، شارك في 13 مباراه. اسلام انتقل لسموحه موسم 2017 2018، وده كان افضل المواسم ليه، الموسم اللي لعب فيه لسموحه، لانه شارك في 33 مباراه، يعني اعتقد شارك في مباريات الدوري كلها الا مباراه او اتنين، يعني على حد علمي. وبعد كده انتقل بقى من الموسم الماضي لنادي مصر. اسلام يعني ما اقدرش اقول لكم لعيب حلو، ما اقدرش اقول لكم لعيب وحش، هو لعيب مغمور، ممكن يبقى لعيب في يوم من الايام نجم زي ما حمدي الونش جه من الجيش وما كناش نعرفه، زي ما محمود علاء جه من وادي دجله وما كناش نعرفه، والاثنين دلوقتي نجوم، وغيره وغيره. طارق حامد لما كان جاي من سموحه وكان هو الاحتياطي بتاع ابراهيم صلاح لو تفتكروا في 2014 2015، وطارق حامد دلوقتي بقى من احسن اللعيبه الموجودين داخل القاره الافريقيه. فحته بقى ان هو مغمور مش مغمور ده مش مقياس على حسب مجهود اللعيب وعلى حسب اجتهاد اللعيب. اخبارنا خلصت، وان شاء الله باذن الله يعني حكاياتنا معاكم مش هتخلص، ومقابلتي ليكم وتشرفي بيكم مش هيخلص. وفي النهايه لا يسعني الا اني اشكركم جميعا على حسن المتابعه. وفي الاخر لو زملكاوي وبتحب دايما تتابع اخبار نادي الزمالك وتحليلات ما بعد مباريات نادي الزمالك، فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناه. ولو مشترك بس ما فعلت زر الجرس، فعل زر الجرس عشان دايما فيديوهاتنا الجديده توصلك اشعاراتها بشكل مستمر. وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم.